مع تفشي أوميكرون، كيف يتم رعاية مرضى كورونا بالمنازل؟ ما هي علامات الخطر لمرضى كوفيد-19؟ ودراسة توضح لا تأكل لا تشيخ. المزيد في العربية صحة، فأهلا بكم. منظمة الصحة العالمية تصدر حزمة محدثة من الإرشادات والتحذيرات لضمان توفير أقصى قدر من الرعاية لمرضى كورونا الذين يتلقون العلاج بمنازلهم للحيلولة دون تفاقم الحالات شديدة أو حرجة. وتشمل قائمة الإرشادات الأساسية التأكد من وجود تدفق جيد للهواء النقي في غرفة المريض. إذا كان المريض يعاني من ارتفاع من درجة الحرارة يمكن علاجه بخفضات الحرارة مثل الباراسيتامول. ولا توجد حاجة لاستخدام المضادات الحلوية ما لم يكن هناك شك في وجود عدوى بكتيرية. وعلى المريض المصاب بأمراض مزمنة الاستمرار في تناول الأدوية الخاصة به في مواعيدها بدقة. مع انتشار كورونا أوميكرون نعرفكم على عوامل الخطر الرئيسية لمرضى كوفيد-19. وتتمثل حالات الخطر بين البالغين والمراهقين في حمى وسعال وضيق تنفس، بالإضافة إلى أحد الأعراض التالية: معدل التنفس أقل من 30 نفس في الدقيقة، ضيق حاد في التنفس، نسبة أكسجين في الدم أقل من 90% في هواء غرفة عادية وفي حالة راحة. أما علامات الخطر بالنسبة للأطفال فتتمثل في أحد الأعراض التالية: زرقة، نسبة أكسجين أقل من 90%، ضيق شديد في التنفس، عدم القدرة على الرضاعة أو شرب السوائل، سرعة التنفس أي أكثر من 40 نفس في الدقيقة لأعمار من عام إلى 5 أعوام. لا شك أن خفض السعرات الحرارية اليومية التي نستهلكها له تأثير عميق على حياتنا المستقبلية، لكن تقرير عن بي بي سي لباحثين في المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة يذهب إلى أبعد من ذلك. فليس بمجرد تقليص الأطعمة الدهنية من وقت لآخر، بل بإجراء تخفيضات تدريجية ودقيقة في كمية الطعام بشكل دائم.